مرحبا، أنا أحمد ناصر المالك والمشارك ببي أي سي جروب، وهي شركة وساطة أمريكية مستقلة. طلب أصدقائي وشركائي من إكسبرت أوبشن مؤخرا باستضافة ندوة عبر الإنترنت لتداول الخيارات المفتوحة لمعلقيهم. اليوم لن نناقش فقط تداول الخيارات، ولكن أيضا كيفية التداول باستخدام الإشارات، بالإضافة إلى المخاطر التي ينطوي عليها التداول بدون تدريب ومعرفة كافية. أود أيضا أن أضيف أن هذا البرنامج التعليمي على الويب هو الأول في سلسلة أوسع حول التداول. سيقوم الزملاء من Expert Option بدعوة مجموعة مختارة من المتحدثين لإجراء ندوات عبر الإنترنت وجلسات تداول مباشرة، لذلك اشترك في القناة حتى لا تفوتك الفرصة. الآن لنبدأ. بالنسبة لأولئك الذين ليسوا على دراية بالخيارات منكم، سنغطي كل ما تحتاجون إليه معرفته وسنوفر فرصة لتحديث معرفتكم. بالمناسبة يمكن طرح أي أسئلة في الدردشة وسأجيب عليها كل ما أمكن ذلك. ببساطة، الخيار هو عقد يمنح المشتري الحق، ولكن ليس التزاما بشراء أو بيع أصل محدد بسعر محدد أو بحلول تاريخ محدد. الخيار هو مثل الأوراق المالية أو السندات. ربما تفكر إذا كانت الشركات متعددة الجنسيات تبيع الأسهم أو السندات، فلماذا خيارات التجارة؟ لماذا تختار الخيارات فوق فرص الاستثمار المختلفة المعروضة؟ الأسهم والسندات هي بالطبع أدوات رائعة جدا للكسب، ولكن هل أنت على استعداد للانتظار لمدة عام أو عامين لرؤية عائد؟ ضع في اعتبارك إذا حدثت أزمة مالية عالمية كما حدث في 2008 أو 2020 فقد تضيع كلها. هل أنت على استعداد لتحمل مثل هذه المخاطرة؟ إذا كان الأمر كذلك بالطبع فإنه يستحق تداول الأسهم. ومع ذلك، إن كنت بحاجة إلى ربح جيد بحلول للغد أو في غضون ساعة، فستحتاج إلى أداء أكثر تقلبا، حيث تأتي الخيارات في الصورة. نتحدث أكثر عن تقلبات. في المقام الأول، هو مؤشر إحصائي يميز اتجاها واضحا لتحركات الأسعار المتكررة غير متوقعة. على سبيل المثال، إذا تغير سهم أبل من $100 إلى $150 في غضون شهرين أو ثلاثة، فإن هذا يشير إلى تقلب منخفض، في حين أن خيار سهم أبل يمكن أن يتغير من $100 إلى $150 في غضون دقائق، وذلك يشير إلى تقلب مرتفع. لذلك فإن أول المزايا العديدة التي يقدمها تداول الخيارات هي التغيرات السريعة والمتكررة في سعر الأصول. والمقام الثاني هو وقت انتهاء الصلاحية المناسبة لخيارات التداول، أي الفترة التي سيتم فيها تحقيق الربح والنمو أو الانخفاض على منصة Expert Option. يمكنك التداول خلال فترة زمنية من 1 إلى 5 دقائق. يمكنك أنت بنفسك اختيار الإطار الزمني الذي ترغب في التداول به. ما كل هذا؟ حسنا، دعني أوضح لكم. هذه نقطة مهمة، لذلك دعونا نتأكد أن كل شيء واضح تماما. يمكن أن يؤثر على اختيار وقت انتهاء الصلاحية الخيار بشكل كبير على اتجاه حركة الرسم البياني أثناء التداول. على سبيل المثال، في إطار زمنه مدته دقيقة واحدة أو اثنين، قد يكون هناك تصحيح للأسفل في الوقت نفسه، سينمو الاتجاه العام على نفس الأداء في الإطار الزمني إلى 5 دقائق. من المهم أن تتذكر وتضع في اعتبارك أن هذه المعرفة ستكون مفيدة عند التداول باستخدام الإشارات. لا تنسى أنه يمكنك كتابة الأسئلة في الدردشة، سأجيب عليها كل ما أمكن ذلك. الآن دعونا ننتقل إلى إشارات التداول. ما هي إشارات التداول؟ كما يوحي الرسم، هذه نصائح تظهر أثناء التداول. كيف تظهر؟ كيف يتغيرون؟ حسنا، تحسب خوارزمية تلقائية خاصة الحركات الصاعدة أو السفلية في السوق. بناء على ذلك يتم تعيين إشارة خاصة بها للإشارة، والتي تظهر فوق الاتجاه على مقياس من 1 إلى 3. يشير سهم واحد لأعلى أو لأسفل إلى حركة ضعيفة، وثلاثة أسهم لاتجاه قوي صعودا أو هبوطا اعتمادا على اتجاه السهم. من المهم أن نفهم أن إشارة التداول ليست سوى إشارة على حركة محتملة. تظهر إشارة التداول الاتجاه العام لكنها لا تتوقع المستقبل. ينظر العديد من المتداولين المبتدئين إلى إشارات التداول على أنها عصا سحرية، ويتداولون فقط على الإشارات ويخاطرون بخسارة أموالهم. دعونا نكرر، إشارة التداول هي مؤشر على الحركة المحتملة للأداء صعودا أو هبوطا، ولكنها ليست بالضرورة صحيحية 100%. يمكن استخدام الإشارات التداول كوسيلة مساعدة إضافية في التداول، ولكن ليست كمؤشر أساسي لاتخاذ القرار أثناء التداول. دعونا نرى كيف يعمل أثناء التداول الحقيقي بأدوات مختلفة. سأبدأ بحساب حقيقي الآن، لأن لدي بالفعل كثير من الخبرة في كسب المال من الخيارات. أذكرك بطرح أي أسئلة في الدردشة، سأجيب عليها كلما أمكن ذلك. على الجانب الأيمن من الشاشة يمكنك رؤية أزرار الصفقات الاتجاهات الاجتماعية. انقر على زر المؤشرات في علامة التبويب، هذه ستتمكن من رؤية جميع الإشارات المتاحة للإطارات الزمنية 1 أو 2 أو 5 دقائق. دعنا نختار إطار زمني مدته 2 دقيقة. بالمناسبة، إن كنت ترغب في تحديد أصل آخر يمكنك القيام بذلك مباشرة من قائمة المؤشرات. ما عليك سوى النقر على أي أصل ترغب في التغيير إليه.
من تجربتي أصيب اختيار الاتجاه الأقوى الذي يتم تحديده من خلال ثلاثة أسهم أعلى أو أسفل وأكبر إطار زمني أي 5 دقائق. في هذه الحالة يكون احتمال أن تعطي الإشارة توقعها صحيحة أعلى، لكن اليوم كل شيء عن التعلم، لذلك دعونا نجرب بعض الخيارات المختلفة. سأوضح بإيجاز بعض المصطلحات الشائعة قبل أن نواصل. لتوفر كل خيارات البيع والاتصال في من اكسبرت اوبشن ويتم تمييزها بزر اخضر واحمر على التوالي. يمنح خيار الاتصال المستحوذ الحق في شراء اصل بسعر محدد على مدار فتره زمنيه محدده. هذا مشابه لمركز شراء طويل في الاسهم، يامن المشتري المكالمه ان ترتفع قيمه السهم بشكل ملحوظ قبل انتهاء صلاحيه الخيار. يعمل خيار البيع بشكل عكسي مما يمنح حامل الحق في بيع اصوله. دعنا نختار الان اطارا زمنيا لمده دقيقتين. دعونا نرى إذا ما كانت لدينا إشارة صاعدة قوية. سنختار دولار أسترالي أمام دولار أمريكي. ربما. كلا، هبوطي بالفعل. دعنا نتحقق من قائمة الأصول. حسنا، لنرى يورو أمام فرنك سويسري. إنها تنخفض مرة أخرى. ترى قد تكون الإشارات قوية وتعمل لبعض الدقائق، ولكن يمكن أن تنتهي صلاحيتها في ثوان أيضا. دعنا نتحقق من جنيه استرليني أمام فرنك سويسري الآن. ننتظر قليلا. حسنا، حسنا، ننتظر. أوه، مرة أخرى إلى أسفل. رائع. دولار أسترالي أمام دولار نيوزيلندي. دعنا نحاول. ننتظر. حسنا، نحاول الإمساك بالسعر عند مستوى أقل، لذا سيكون هناك مساحة كافية للنمو. لنشتري بعضا منها والمزيد. بالنسبة للأصل الذي اخترناه، هناك إشارة بثلاثة سهام لأعلى، مما يعني اتجاها صاعدا واثقا، لذلك نحن نعلم أن هناك اتجاه صاعد ويجب شراء خيارات الاتصال. تحقق دائما من الإشارة حتى عندما تكون قد اشتريت بالفعل. اتجاهنا الآن هابط، وصل ثلاثة أسهم لأسفل. دعنا نخاطر قليلا ونشتري خيارات الاتصال على أي حال. دعنا ننتظر انتهاء الصلاحية. الإشارة لا تزال حمراء. آمل أن نكون محظوظين اليوم. لا يصدق إنها تصعد مرة أخرى. نجاح باهر. حلفنا الحظ، ربح 510 دولارات لصفقتنا الأولى. هذا البرنامج التعليمي على الويب لطيف جدا. يبدو أن متوسط سعرنا كان أقل من سعر انتهاء الصلاحية، وهذا هو سبب حصولنا على هذا الربح الكبير. ماذا بعد؟ دعونا نحاول القيام بعدة صفقات بيع قصيرة ولكن بأداء مختلفة. حسنا، سأحتفظ بلقطة للشاشة لهذا الربح بنفسي. لا تنسى أن تطرح أي أسئلة في الدردشة وسأجيب عليها إما عبر الإنترنت الآن أو لاحقا في التعليقات.
لذا لشراء خيارات البيع دعنا نختار فاصل زمني مدة دقيقة واحدة وأقوى اتجاه. حسنا، حسنا، على سبيل المثال دعنا نختار يورو أمام دولار أسترالي ونشتري خيارات البيع، ما يسمى باللعب القصير. حسنا، قبل الشراء نتأكد من التحقق من الإشارة، يجب أن يكون الاتجاه هابطا. نعم، أصل مؤشر وول ستريت 30 في الاتجاه الهابط الآن، نختاره ثم نضغط على الزر الأحمر لشراء مكان. شيء مهم آخر يجب ملاحظته، كما ترى على جميع الأصول على عبر الإنترنت تعرض المنصة صفقات متداولين آخرين يمكن التركيز عليهم، ولكن المزيد عن ذلك في الفيديو التالي. هناك العديد من الصفقات الجارية حاليا، دعنا ننتظر انتهاء الصلاحية. حتى انتهاء الصلاحية دعنا ننتظر. حسنا، لا يوجد مشكلة الآن، ننتظر قليلا، لا يوجد أي مشكلة حتى انتهاء الصلاحية. نعم، حسنا، نرى الإشارة متوقفة، وهذا يعني أن الخوارزمية لا يمكنها تحديد الحركة الدقيقة للسوق في الوقت الحالي. واو، الثانية الأخيرة من انتهاء الصلاحية تسقط، لا يصدق، نحن نقوم بعمل رائع اليوم يا شباب، استمر في التداول، حققنا أرباحا بقيمة 1092 دولارا، هذا أكبر مرتين من الأول، لا يصدق، سأقوم بعمل لقطة للشاشة. حسنا، دعنا نحاول مرة أخرى لأننا كنا محظوظين بزيادة الأسعار اليوم، سنحاول شراء خيارات الاتصال مرة أخرى. حسنا، دعونا نحاول هذه المرة تداول الفضة مع دقيقتين انتهاء الصلاحية. ماذا يجب أن نفعل قبل الشراء؟ هذا صحيح، تحقق من أحدث الإشارات، الاتجاه لا يزال. إذا دعنا نجرب في ملحوظة جانبية، كما ترى فإن كل أصول Expert Option يتم تداولها بنشاط كبير، يمكن رؤيتها من أيقونات المتداولين على الرسم البياني التي تعرض الصفقات المفتوحة، كما أن هناك العديد من العروض في الارتفاع والهبوط. حسنا، دعنا ننتظر النتيجة. ننتظر. حسنا، ننتظر الآن النتيجة. لا يوجد أي مشكلة. وهذا بسبب تقلبات الأسعار الهابطة والصاعدة الآن. حسنا، هل سيقفز أم سيهبط؟ الآن سنعرف خلال ثواني معدودة. حسنا، سنعرف الآن. مستويات جيدة للشراء، لنشتري بعضا منها. ترى أن إشارة التداول تغيرت الآن من الخطر شراء خيارات الاتصال، يمكنك شراء بعض الخيارات البيع ولكننا لن نمزح. حسنا، تداولتنا هذه المرة، بعض الصبر. ننتظر قليلا.
ترى أنها لا تزال إشارة هابطة. يا إلهي، هذا سيء. انتهاء الصلاحية. حسنا، الآن توقفت الإشارة مرة أخرى. نأمل أن يساعدنا متوسط سعرنا أثناء انتهاء الصلاحية. ننتظر. هذا جيد جدا، أكثر قليلا من فضلك. تظهر الإشارة الاتجاه الصعودي مرة أخرى. جيد، واو، كان هذا صعبا، فقدنا كل شيء تقريبا. هذه تجربة رائعة، لقطة شاشة صغيرة. لا يصدق، لقد كنا محظوظين جدا بخيارات الاتصال اليوم. لم تعمل إشارة التداول بشكل جيد، ولكننا ما زلنا نحقق بعض الأرباح. 268 دولارا، أفضل من لا شيء. حسنا، حسنا، ولقطة أخيرة ستكون إطار زمني مدته دقيقة واحدة. دعونا نرى ما لدينا هنا. حسنا، دولار أسترالي أمام دولار أمريكي. ربما، أوه، لقد توقفت إشارة التداول بالفعل. ربما دولار أمريكي أمام فرنك سويسري بعد ذلك. أوه، حصلنا أخيرا على إشارة هابطة لزوج العملات، دولار أسترالي أمام دولار أمريكي. حسنا، حسنا، لنشتري بعض الخيارات الاتصال والمزيد. لدينا اتجاه هابط قوي هنا، أكثر ارتفاع السعر. نحصل على المزيد من الأرباح إذا كنا نراهن على اتجاه هابط. حسنا، ثانيا، قبل تغيير إشارة انتهاء الصلاحية، يبدو أنه يمكن أن يكون لدينا نهاية سيئة حقا لهذا البرنامج التعليمي على الويب يا شباب. حسنا، وسقط الحمد لله. ممتاز، الاتجاه النازل مرة أخرى. لقد فعلناها، ربح 708 دولارا أمريكيا على آخر عملية تداول اليوم. هذا يوم جيد حقا للتداول كما أعتقد. لذا أعتقد أننا عقدنا بعض الصفقات الجيدة اليوم. تعلمنا اليوم الفرق بين خيارات البيع وخيار الشراء. لقد رأينا كيف يمكنك كسب المال بسرعة، والأهم من ذلك كيف يمكن أن تخسر أموالك بسرعة أيضا عند تداول الخيارات. ربما لم يكن هذا اليوم هو الأكثر سلاسة للتداول، ومع ذلك سنغادر بفوز وإن كان صغيرا نسبيا، ولكنه لا يزال تزال النتيجة إيجابية حتى الآن. تأكد من عدم تفويت النسخة القادمة من ندواتنا المشتركة عبر الإنترنت التي تظهر على القناة. لذا اشترك واضغط أعجبني وعلق، واستخدم الرابط في هذا الفيديو لتسجيل حسابك وتجربة نفسك في تداول حقيقي. تذكر أن التداول مربح، ولكن فقط إن كنت تتعلم باستمرار. لا يوجد مال سهل، إنها وظيفة مستمرة. الآن لقد كان معكم أحمد ناصر، شكرا على اهتمامكم، ولقد كان من دواعي سروري. إنه يوم عظيم لكم، شكرا.